يقول يلاحظ على المعتكفين الحرم كثرة الكلام فيما بينهم. المعتكف يشتغل بذكر الله عز وجل، ولا بأس أنه يتكلم الكلام اللي يحتاج إليه، سؤال عن شيء ولا كلام قليل بين الإخوة، لا بأس بالكلام اليسير والكلام الذي يحتاج إليه المعتكف. أما الكلام الفضول الذي لا فائدة فيه إلا ضياع الوقت فهذا لا ينبغي للمعتكف.